ذات الشمس معي أنا أماني. مرحبا. أثبتوا السوريات نساء وفتيات ريادتهن وتفوقهن بالمجال العلمي والتعليمي. بنت الشمس اللي رح نحكي عنها اليوم هي صبية سورية حققت التفوق ونالت المرتبة الأولى بالشهادة الثانوية بألمانيا. وصلت نور ياسين الصاب لألمانيا سنة 2012، وبعد سنة من وصولها قدرت تتقن اللغة الألمانية المعروفة بصعوبتها وتحكيها بطلاقة. التحقت بثانوية كارل فريدريك جاوس، ورغم إنها انعرفت باجتهادها بمادة الرياضيات واللغة الإنجليزية وإتقانها للغة الألمانية، بس كانت المفاجأة وقت حققت نور المرتبة الأولى بتحصيل الدرجة الكاملة بالشهادة الثانوية، وحصلت على جائزة امتياز قدمتها شركة بي سي كي النفطية نتيجة تفوقها الدراسي ونشاطاتها الاجتماعية، وقيمة الجائزة كانت 1200 يورو. نجاح نور ما كان على الصعيد التعليمي بس، وإنما كان على الصعيد الاجتماعي كمان، لأن قدرت تكون علاقات اجتماعية وصداقات حقيقية كان إلها دور كبير بتفوق نور وتميزها. ومن أهم من كان إلهن دور صديقات الألمانيات إنجا ماريا هوبرت وجوزيفين شتارغرد يلي كانوا شريكاتها بالجائزة اللي تقدمت لها. أكيد بلوغ هالمرحلة ما كان سهل أبداً على نور. نور اللي وصلت على ألمانيا وهي صف عاشر، وكانت الفترة الأولى من حياتها بهالبلد صعبة وشاقة، خاصة مع تحدي اللغة الجديدة يلي كانت نور أصلاً تخاف لما تحكي فيها. بس صديقاتها كان إلهن دور بتشجيعها ودعمها، وكمان الجو العام بالمدرسة كان مشجع، وكانوا يحاولوا الطلاب والمعلمين دائماً يستخدموا مع نور الكلمات البسيطة مشان يسهلوا الموضوع عليها، رغم عدم اعتياد على وجود طلاب أجانب بالمدرسة. هذا الشيء فعلاً ساعدها على كسر كتير حواجز بتعلم اللغة والحكي فيها. وما وقفت نور عن تعلم اللغة الألمانية والتفوق بمدرستها. بالحقيقة هي قررت ترد الجميل لصديقاتها بأنه تعلمهم اللغة العربية. وكمان شاركت نور بالأولمبياد الخاصة برياضيات والكيمياء وأحرزت فيها مراكز متقدمة، وهي هلأ بتساعد اللاجئين السوريين على تعلم اللغة الألمانية وبتشتغل كمترجمة ببعض الدوائر الرسمية مثل دائرة العمل. هي الإنجازات والطموحات لصبية ببداية العشرينات من عمرها. هي الصبية رفضت إنها تستسلم قدام الحواجز والصعوبات والتحديات، واختارت إنها تتفوق وتوصل لأعلى المراتب لتوازي الشمس وتكون بنت الشمس. بنات الشمس معي أنا أماني.